السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ونقفل كلامنا عن اللينك، هنتكلم عن الجوين وعن الجروبينج، تمام؟ بس أنا هسيب لك اكسرسايز صغير كده، أنا هشرح لك الجوين والجروب باي، وهسيبك أنت تفهم وتجرب الجروب جوين والتو لوك اب مع نفسك، تمام؟ بس برضه عشان أبسط عليك، الجروب جوين والتو لوك اب بيستعملوا في حالات معينة، يعني انت ممكن ما تحتاجهمش كتير، فلو انت حابب تأجل انك تريسيرش فيهم أجل. المهم ان اللي احنا شرحناه حتى الآن تفهمه كويس قوي، لان ده اللي انت هتستعمله كتير جدا جدا جدا، تمام؟ وفي نهاية الفيديو ان شاء الله هقول لك ايه الانترفيس التانية اللي اللينك بيعتمد عليها، وهقول لك ايه الفرق الجوهري بينها وبين الاي انومرال. خلاص، طيب عشان نشوف الجوينز والجروبس، فيفضل ان احنا نعمل المثال بتاعنا على الليست اوف امبلويز اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. فتعالى هنرجع ناخدها تاني اهي ونطلعها معانا فوق ونعمل لها uncomment كده، تمام؟ تعالى نعمل حاجة صغيرة خالص، تعالى هنيجي على الامبلوي هنا نزود كمان انت ديبارتمنت اي دي. انا عايز رقم الديبارتمنت او اي دي الديبارتمنت اللي هو الموظف ده فيها، كل موظف يكون موجود في ادارة، تمام؟ وتعالى نعمل كلاس لطيفة كده اسمها ديبارتمنت، ودي مش بتاخد، يعني خلينا نديها اي دي ونيم بس، انت اي دي وسترينج نيم كده وخلاص، مش عايزين اكتر من كده، تمام؟ عندي الموظف هحطه هو في اي ديبارتمنت، وعندي اوبجكت الديبارتمنت نفسه، تمام؟ وتعالى ضرب طبعا عشان هو مستني مننا الديبارتمنت اي دي. تعالى نعمل كده var departments equal new list of department، ونضيف هنا ديبارتمنت رقم واحد، ودي إدارة الـ HR وحسبنا الله ونعم الوكيل، نيو ديبارتمنت اتنين، ودي إدارة الـ IT حسبنا الله ونعم الوكيل برضه، ودي إدارة الـ Finance، لا دول اللي بيقبضونا، دول نزل العسل، وإدارة الـ Development المساكين، تمام؟ عندنا أربع إدارات كده، ناس يعني الحمد لله. طيب وهنا هنيجي نسكن الناس دي على الادارات بتاعتهم. فمحمد ده بقى محمد طارق، ايوه ده بقى محمد طارق، حطه هنا في اداره الاتش ار بس كده. وايمن ده، ايمن ده غلبان خالص، خليه في الديفلوبمنت، ايمن ده غلبان خالص. وده احمد عادل، يلا احمد عادل ونحطه في اداره الاي تي، تمام؟ و احمد التاني اللي معانا ده احمد مين احمد العياض ده غلبان خالص، ده جميل احمد انا بحبه، فده نخليه في ادارة، حد حطيناه في الفاينانس، حط احمد في الفاينانس، خليه هو اللي يقبضنا عشان يعرف يزلنا شوية، تمام؟ وتعالى نشيل الحبة ده مش عايزه، ماشي؟ دلوقتي انا عندي ايه؟ انا عندي هنا الديبارتمنتس. تصور معايا ان دي تيبلز في الداتابيز، لما تيجي تتعامل مع الداتابيز هيبقى التصور ده واضح جدا بالنسبه لك. انا عندي جدول في الداتابيز فيه الادارات كلها، وعندي جدول تاني فيه الموظفين، وعندي عمود كده في الموظفين بيقول كل موظف هو في اي اداره، بس بيكون شايل رقم الاداره او الاي دي بتاع الاداره مش اسم الاداره، خلاص؟ فهنا في ايه؟ في ارتباط او في علاقه او في ريليشن بين التو تيبلز، او هنا بالنسبه لنا التو ليستس، في علاقه بين الديبارتمنت ليست والامبلوي ليست. ان انا عندي في الامبلوي ليست عندي رقم الاداره، وبيانات الاداره نفسها موجوده فين؟ في الديبارتمنت ليست، تمام؟ طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا جيت قلت لك عايزين نطبع الموظفين، بس كل موظف مع ادارته، طبع لي اسم الموظف والاداره بتاعته، تمام؟ شوف انت هتعملها ازاي بالطريقه العاديه، بس احنا هنعملها دلوقتي باستعمال اللينك، وهنكتبها بالتو سينتاكسز، بالكويري اكسبريشن سينتاكس وبالميثود سينتاكس، تمام؟
طيب ف var query equal، بص بقى from employee in employees، ماشي حلو حلو، join department in departments. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ انا بربط join يعني اربط او ضمهم، يعني لم الشمع المغرب يعني، تمام، او وفق راسين في الحلال. فانا عندي هنا، عندي عايز اربط الامبلويز بالديبارتمنتس. طيب عشان اربط لازم يكون في قيمه اربط بيها في الطرفين، يعني انا هربطهم بناء على ايه؟ ايه الحاجه اللي بتلحمهم مع بعض؟ اللي هو ايه؟ رقم الاداره، صح؟ يعني انا رقم الاداره اللي في الموظف المفروض يكون هو رقم الاداره اللي في الديبارتمنت، مظبوط مظبوط. فلازم يكون في عندي شرط للربط، عندي شرط للربط. فانا هقول له join department in departments on employee.department.id equals department.id. يبقى اربط لي الاداره بالموظف بس بشرط الاداره اللي هتربطها لازم الاي دي بتاعها يكون هو نفسه الديبارتمنت اي دي اللي فين؟ اللي في الاوبجكت اللي اسمه امبلوي، تمام؟ ما هو ما تربطليش اي اداره باي موظف كده وخلاص، لا لازم يكون بنفس ادارته. طيب عشان اعرف هو نفس ادارته ولا لا لازم التو اي ديز يكونوا زي بعض. حلو؟ حلو. هنا بقى اقول له ايه بقى؟ سيلكت واعمل هنا انونيمس اوبجكت نيو امبلوي نيم والامبلوي نيم والديبارتمنت نيم ايكوال ديبارتمنت دوت نيم، واعمل عليهم فور لوب كده جميله، فور ايتش فار ريكورد ان كويري كونسول دوت رايت لاين امبلوي، او ممكن نعمل كده نقول له مثلا الريكورد دوت امبلوي نيم ات الاداره بتاعته الريكورد دوت ديبارتمنت نيم، تمام. شغل، خدت لي بالك؟ محمد طارق ات اتش ار، حسبي الله ونعم الوكيل. ايمن ات ديفلوبمنت، احمد عادل ات اي تي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه برضه. واحمد العياط ات فاينانس، غلبان. ماشي، طيب ده كده ايه الجوين. ركز بقى معايا عشان دي حته مهمه، الجوين بالطريقه دي. طب ما تيجي نشوف، تعال نخلي احمد ده في ادارة رقم 8 ونفذ كده. احمد ما طلعش معايا في الليست اصلا، تمام. طيب رجع لاحمد على ادارة رقم 3 خلاص، بس خلي لي مثلا في حد عندنا على ادارة رقم 4، ايمن على ادارة رقم 4 صح، انا هعتبر ان ادارة رقم 4 مش موجودة، خلي لي دي 9، ما عنديش انا هنا ادارة رقم 4. ايمن ما طلعش معايا، طيب رجع لي دي كده خلاص، كل الادارات موجوده وكل الموظفين تمام، الاربعه بيرجعوا. يبقى الجوين بالطريقه دي لو انت عارف سيكوال فدي زي الانر جوين في السيكوال. الجوين بالطريقه دي بيسموها، حتى هتلاقي مايكروسوفت مسميها ايكوي جوين. الجوين بالطريقه دي معناها ان لازم القيمه تكون موجوده في الطرفين، لازم القيمة او الاوبجكت يكون موجود في الطرفين. يعني انا الديبارتمنت اي دي اللي في الموظف لازم يكون ليها ديبارتمنت بنفس الاي دي في الديبارتمنتس، لو موجودة في الناحيتين هترجع معايا، مش موجودة في ناحية منهم مش هترجع معايا، تمام. في عندك الجروب جوين، لا لو موجود في طرف هيجي معاك حتى لو مش موجود في الطرف التاني، ودي هسيبك لو انت حابب تجربها مع نفسك وتفهم السنتكس بتاعها، السنتكس بتاعها مختلف سيكا، جربها تمام. طيب ده كده بالنسبه للجوين، فهمنا الجوين. يبقى الجوين انا عايز اجمع داتا من اكتر من داتا سورس، اكتر من انيومرابل، بما اننا بنتكلم عن الانيومرابلز. الجروبنج بقى، جروبنج بجمع الداتا، يعني بجمعها، يعني على سبيل المثال انا عايز اعمل ايه؟ افترض معايا دلوقتي انا جيت قلت لك يا باشا انا عايزك، طب معلش انا اسف، قبل ما نتكلم على الجروبنج عشان قلت لك احنا هنعملهم بالتو سينتاكسز، تعالى نكتب نفس الكويري دي بالظبط بس باستعمال الميثود سينتاكس خلاص، معلش. ونروح على الجروب، هوقف دي اهي، وقفي، وهعمل هنا var query equal
انا بقول له هنا فروم ايه؟ فروم امبلوي ان امبلويز، صح؟ هقول له امبلويز دوت جوين، امبلويز دوت جوين. هجوين مين؟ بص بياخد منك اول حاجه ايه؟ الانر، يعني انت هتجوين مع مين؟ الليست الثانيه اللي انت هتجوين معاها، تمام؟ الجينيريك ايا كان نوع الايه؟ الجينيريك بارامتر اللي فيها، لان انت بتجوين تو ديفرنت تايبس، عادي خالص مفيش مشكله، المهم يكون في شرط بيربطهم الاثنين مع بعض. طيب فهنا اول حاجه هياخد الليست اللي انا هجوين معاها اللي هي في حاله انا الديبارتمنتس، صح؟ طيب البارامتر اللي بعد كده انونيمس فانكشن بتستقبل امبلوي وبترجع لك التي كي، يعني بترجع لك البروبرتي اللي هيربط معاها من ناحيه الامبلوي اللي هي عندنا احنا، اللي هي كان اسمها ايه هنا؟ ديبارتمنت اي دي. فانا هاخد هنا الموظف وارجع منه الديبارتمنت اي دي. البارامتر الثالث زي ما انت توقعت بالظبط، عايز بقى البروبرتي المقابله اللي في الليست الانر اللي هي اللي في الديبارتمنت، فهرجع هنا ايه؟ الاي دي، تمام؟ نفس الكونديشن اهو، خلي بالك هو نفسه اللي هنا في الجوين، جوين ديبارتمنت ان ديبارتمنتس اهي، اون امبلوي دوت ديبارتمنت اي دي اهو، ايكوال ديبارتمنت دوت اي دي اهو، تمام؟ طيب كده عملنا الجوين، بقى لنا ايه؟ بقى لنا ارجع نتيجه الجوين بقى نفسها. انا عملت الجوين دلوقتي، الجوين المفترض انها بترجع، هرجع منها بعد كده ريزلت. انا حتى الان ما حددتش شكل الريزلت، هنا كنت بحدد ايه؟ هنا بحدد انونيمس اوبجكت او برجع انونيمس اوبجكت، فانا برضو هرجع انونيمس اوبجكت عادي خالص. البارامتر الاخير هنا هو انونيمس فانكشن بتستقبل تو بارامترز، البارامتر الاولاني هو الامبلوي والبارامتر الثاني هو الديبارتمنت، والريزلت بتاعتها رجع اللي انت عايزه. فانا هستقبل هنا امبلوي او اي بقى، خلينا نسميه اي ودي، تمام؟ وهرجع هنا نيو امبلوي نيم ايكوال اي دوت نيم، وديبارتمنت نيم ايكوال دي دوت نيم. بس رجعهم لي كده، خلينا ده ايه هنزله لك هنا عشان تبقى شايف. خلي بالك هو بيستقبل هنا البارامترز، البارامتر الاولاني ده بيكون هو اللي بره الاوتر، والبارامتر الثاني بيكون الليست اللي جوه، تمام؟ ورجع لي انت بقى الريزلت اللي انت عايزها، عايز ترجع الامبلوي كله زي ما هو رجع الامبلوي عادي، انت حر، رجع الديبارتمنت، رجع الانونيمس اوبجكت زي ما انت عايز، رجع اللي انت عايزه، تمام؟ تعالى كده نشغل، المفروض نفس الريزلت بالظبط اهي، نفس الريزلت، قارنها باللي فاتت هتلاقيها نفس النتيجه، تمام؟ تمام. طيب تعالى بقى نروح على الجروب. الجروب زي ما اتفقنا جروبنج، انا عايز اجمع، عايز مثلا قلت لك جمع لي الموظفين بس حسب الاداره، يعني اطبع لي كل اداره ومين الموظفين اللي فيها، قول لي اداره الاي تي فيها فلان وفلان، اداره الاتش ار فيها فلان وفلان، فاينانس فلان وهكذا، فجمع لي الداتا بناء على كي معين، كي معين اللي هو في حالتنا احنا الديبارتمنت اي دي، تمام؟ طيب علشان نشوف النتيجه تعال نضيف كذا موظف على كل ديبارتمنت. فانا عندي محمد طارق ده في الاتش ار، خلينا نضيف واحد تاني او اتنين كمان على الاتش ار، احمد سامي معرفوش بس يعني لو بيسمعنا يعني ما يزعلش، محمود حسن، دول في الاتش ار خلاص. وعندك ايمن في الديفلوبمنت، و مين سيد الديفلوبمنت برضو، وعندي ابراهيم تمام في الديفلوبمنت، وعندنا اتنين دي مين الاي تي، عندي في الاي تي في مصطفى، وتلاتة الفاينانس هحط عم الحاج دوت، وهنحط صلاح الله يمسيه بالخير في الفاينانس، تمام؟ فانا دلوقتي بقى عندي ايه على كل ادارة في اكتر من موظف، يعني عشان نشوف الريزلت. انا دلوقتي عايز اطبع الاداره نقطتين فوق بعض بين قوسين الموظفين اللي في الاداره دي، تمام؟ تعالى نعملها مع بعض برضو، نعملها بالتو سينتاكسز. وقف يا عم الحاج، تعالى نبدا بالسينتاكس الاولاني، الكويري اكسبريشن سينتاكس، فور كويري ايكوال فروم امبلوي ان امبلويز. فاكر شروط الكويري اكسبريشن؟ قلنا بتبدا بفروم وبتنتهي ايه؟ اما بسلكت او بجروب، صح؟ انا هنا هنهيها بجروب،
اقول له جروب امبلوي باي ايه باي ها امبلوي دوت ديبارتمنت اي دي، جمعهم لي بناء على الديبارتمنت اي دي، فكل كوليكشن كده كل مجموعه شايله نفس الديبارتمنت اي دي حطهم لي في جروب مع بعض. تمام، ده اسمه جروب كي. في الجروبنج دايما لازم يكون في عندك كي للجروب، تمام، اللي هو قيمه مش هتتكرر، قيمه للجروب، يعني ما ينفعش نفس القيمه تبقى موجوده لاكتر من جروب، كانه كده برايمري كي او يونيك كي للايه للجروب نفسها، فده اسمه جروب كي. تمام، طيب الكويري دي كده نوعها ايه بقى؟ مش هيوقف عليها، طيب ما في مشكله، تعالى كده نشوف دي اي جروبنج. خلاص، لو انا جيت بقى قلت له var جروب ان كويري، هو هنا هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي مجموعه جروبس، كل جروب ليها كي، والجروب نفسها هي الموظفين، يعني هيجمع لي مثلا اول ثلاثة موظفين دول في جروب معين والكي بتاعهم واحد، بعد كده مجموعه موظفين الكي بتاعهم اتنين تلاتة اربعة وهكذا. خلاص، طيب تعالى كده نعمل الاول كونسول ترايت لاين، هنا هنحط هنا دلوقتي هنحط الجروب كي اللي هو هيكون الاي دي، المفروض بعد كده هنترجمه للنيم، بس خلينا نشوف الاي دي الاول. هنقول هنا جروب كذا جروب دوت كي، ومحتاج هنا احط له الموظفين اللي في الجروب دي او اسماء الموظفين اللي في الجروب دي. تمام، الجروب نفسها هي enumerable of employee، دلوقتي الفاليو اللي جواها enumerable of employee، فانا محتاج اسلكت منها الامبلوي نيم. طب هسلكت الامبلوي نيم ازاي؟ وعايز اسلكت الامبلوي نيم وارصهم كلهم جنب بعض وافصل بينهم بكوما، لان هي ليست، انا عايز ارجع سنجل سترنج فاليو، فاعمل كده، تعال نحطها بره هنا عشان تبقى شايفها، var employee names equal string dot join. خلاص، السيبريتور حط لي بينهم كوما مسافه كده. هتجوين مين يا عم الحاج؟ عايز اجوين الجروب، بس الجروب احنا قلنا هي ايه؟ enumerable of employee، انا عايز اسلكت من الامبلوي الامبلوي نيم بتاعه بس، يبقى اقول له جروب دوت سيلكت دوت نيم. خلاص وبس كده. فاللي هيحصل هنا هيعمل ايه؟ هيروح يسلكت من كل من الجروب، هيسلكت النيمز بتاعت الموظفين. تمام، ممكن اقول له دوت تو اري عشان تبقى واضحه، ورجعها لي في اري. بعد كده ياخد الاري دي يبعتها لسترينج دوت جوين. سترينج دوت جوين دي بتلم شويه سترينجز تجمعهم مع بعض وترجع لك سترينج واحد، تجمعهم مع بعض وتحط بينهم فاصل ايه اللي انت محدده هنا. تمام، فانا محدد بقلت له الفاصل كوما مسافه، هنا هقول له امبلوي نيمز. خلاص، فجروب واحد فيها محمد طارق واحمد سامي وفلان، وجروب اربعه فيها فلان وفلان، هذا تمام، واضحه؟ واضحه جدا جدا جدا. تمام، طيب احنا بنطبع الاي دي بتاع الجروب صح؟ لا، احنا عايزين نطبع النيم بتاع الجروب، فخلاص بسيطه جدا، انا هاجي هنا اقول له جوين ديبارتمنت ان ديبارتمنتس. تمام، نزلها لي تحت كده عشان يبقى الكلام واضح بس. on employee dot department id equals department dot id. هنا هجروب باي ايه بقى؟ department dot name. تمام، فهو هيعمل join ويربطهم الاثنين ببعض، كل employee بالديبارتمنت بتاعته، وبعدين اعمل بعد كده جروبنج على الديبارتمنت نيم. تمام، فهنا هيبقى اسم الجروب بقى، خلاص الكي بتاعنا هيبقى اسم الجروب وليس رقمها بالشكل ده. ادي الاتش ار فيها الثلاثه دول، الديفلوبمنت فيها الثلاثه دول، اي تي هنا، الفاينانس هنا. خلاص، ده كده الجروبنج. تعبت جدا. الله المستعان. كده احنا خلصنا كلامنا عن اللينك، اللينك فيها تفاصيل كتير وهتبان فايدتها معاك كل ما تبدا تركب
الاكسبريشنز والاوبريتورز مع بعض بقى وتبدا تكتب كومبلكس كويريز، هتحس بقيمه اللينك دي جدا 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 جدا. فعلا فعلا من اعظم الحاجات اللي مايكروسوفت دخلتها في الدوت نت. طبعا هي حاجه قديمه مش لسه طالعه جديد يعني. خلاص طيب، اخر معلومه بقى ونختم، ونختم كلامنا خالص عن اللينك. الانترفيس التاني اللي احنا قلنا عليه، اللينك عشان تشتغل بتشتغل على تو مين انترفيسز، اما اي انومرابل او اي كويرابل. اي انومرابل او اي كويرابل، تمام. ايه الفرق بينهم؟ بص، اهم فرق اللي انت لازم تقوله في الانترفيو، لو ما قلتهوش اجابتك مش هتبقى مقبوله، وده الكي ديفرنس بينهم، هي الكويري بتتنفذ فين. الاي انومرابل معناها ان انا معايا الداتا ان ميموري، يعني بيسموها كلاينت سايد داتا، يعني الداتا موجوده معاك بالفعل، زي ما احنا معانا دلوقتي لسته الموظفين، لسته الديبارتمنتس، كان معانا النمبرز في الاول، فهي الداتا اوريدي معاك ان ميموري، موجوده معاك بالفعل. خلاص، فالكويري بتتنفذ في الميموري على الداتا اللي هي معاك دلوقتي، يعني فاهم قصدي، بتتنفذ معاك مباشره على الداتا اللي معاك دلوقتي، مش بيحتاج يروح يجيب الداتا من حته تانية، هي معاك، فالكويري بتتنفذ في الميموري، تمام، وبيسموها كلاينت سايد اكسكيوشن. اما الاي كويرابل فالداتا مش معاك، انت معاك شكل الداتا. يعني ايه معايا شكل؟ يعني انا معايا شكل الامبلوي، معايا انا عارف الامبلوي هيكون فيه ايه، خلاص معايا الامبلوي هيكون فيه ايه، تمام. فانا عارف لو انا هروح اجيب الامبلوي من الداتابيز مثلا، قاعده البيانات بتاعتي، فانا عارف انه هيرجع لي فيه الاسم وفيه العمر وفيه المرتب وفيه الديبارتمنت اي دي، فده شكل الداتا، الموديل، الداتا موديل بتاعي اللي هيرجع. لكن الداتا الفعليه مش موجوده معايا، موجوده في ريموت سورس، موجوده في داتابيز، ده اشهر حاجه، موجوده في ويب سيرفيس ثانيه، موجوده في ملف وانا لسه هقراها اكس ام ال مثلا او جيسون او ايا كان، مش موجوده معاك دلوقتي وانت بتكتب الكويري، انت لسه هتروح تجيب الداتا دي لما الكويري تروح تتنفذ. فدي الاي كويرابل. فالاي كويرابل مينلي مخصصه للريموت داتا سورسز، اشهر حاجه الداتا بيز. لما تيجي تتعامل مع الداتا بيز بالدوت نت هتتعامل باستخدام الانتيتي فريم ورك او الاي اف كور. مينلي كل الكويريز اللي بتكتبها بالاي اف كور هي بتكتبها باستعمال اللينك على الاي كويرابل، تمام. الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها على الانيومرابل هتلاقيها بتتسمى لينك تو اوبجكتس يعني، خلاص. فده المين ديفرنس، الكي ديفرنس بين الاثنين، الاي كويرابل للريموت داتا. واللي بينفذها بقى حسب الكويري بروفايدر. يعني ايه؟ يعني كل واحد بقى عايز يسبورت اللينك على الاي كويرابل بيروح يعمل هو امبلمنتيشن لطريقه التنفيذ. فالاي اف كور مثلا هو بياخد الكويري اللي انت بتكتبها وبيحولها، لو احنا بنتكلم على سيكوال داتابيز فبيحولها لسيكوال كويري، لو انت مستعمل الاي اف كور مع اوراكل داتابيز فبيحولها لاوراكل كويري، مستعمل سيكوال لايت هيحولها لسيكوال لايت كويري، حسب الكويري بروفايدر او الكويرابل بروفايدر اللي سبورتد معاه او شغال معاه، تمام. لكن اللينك تو اوبجكتس او على الاي انومرابلز يعني الدوت نت هو فاهم هيترجمها لك ازاي وهينفذها ازاي. خلاص كده، ده اشهر واهم فرق بين الاثنين. فانت طول ما انت بتتعامل مع داتا هي موجوده معاك في الميموري، انت هتتعامل مع الاي انومرابلز مباشره. خلاص كده خلصنا، الحمد لله رب العالمين. يا رب يكون الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي سهل وواضح وبسيط بالنسبه لكم، ونشوفكم بقى في الدرس الجاي ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.